فرحوا غنوا معانا يا الولاد، منتخبنا يعلي راية البلاد، مغاربة واحنا مفتخرين، وصود الأطلس ديما كاينين، ونعلي الراية ونحيحوا هنايا، ونقولوا ديما مغرب، ونقولوا عاش المغرب. والحمد لله اجتمعت فيه وجوه إعلامية ورياضية وفنية، الحمد لله هذا شيء يحسب لهاد الناس اللي هما فكروا هاد الفكرة وشجعوا هاد المنتوج هذا، فان شاء الله نتمنى نكون عند حسن الظن. فالملحمة كتخد بحال أغنية اللي كيغني عليها كل شيء كاع الانماط. فالحمد لله كاين بزاف ديال الانماط اللي كاينين معنا، كاينين ديال الشمال، كاين الصحراوي، كاين الشعبي، كاين العصري، كاين الطرابي، يعني بزاف ما يمكنش نمشي كل واحد باللون ديالو. فباش نمط واحد هذا هو الشكل ديال الملحمه. فرحان ومسرور في غبطه وحبور في هذه التظاهره الجميله مع الاخوان الفنانين المرموقين، ونحن كنعملوا ان شاء الله باش يعني التظاهره الكبيره ديال الملحمه ديال الترشيح ديال 2026، واحساس جميل لاننا الحمد لله كنشجعوا الابطال ديالنا والفنانين كبار كما كنتابعوهم اليوم، وكذلك لاعبين قدام واعلاميين انهم يجوا اليوم يشاركوا. فاعتقد بانه نتمنى تكون هناك ان شاء الله لما لا ملحمات اخرين. فأكيد فرحان بزاف، وهاد اللمة ديال الفنانين، فكنقولوا تحياتنا للناس اللي منظمين هاد الشيء، لأنه صعيب باش تجمع هاد الكم الهائل من الفنانين في واحد الوقت وجيز. فرحان ما كتوصفش، وإحساس ما كتوصفش، وكل صراحة كنعيشوا واحد اللحظات اللي هي جميلة بزاف، واللي خاصة تكون ما بين الفنان وما بين الإعلاميين وما بين الرياضيين، لأن كنا كنمثلوا هاد البلد الجميل جدا، يعني خصنا نعطيو أحسن صورة. وكما قلت لك لي الشرف كبير أن يكون في هذا العمل الضخم بالنسبة لي، عمل كيشرف الفنان المغربي. فيها مجموعة من الفنانين الكبار، اللحن زوين، الكلمات زوينين، اللجنة اللي الهيئة اللي مشرفة على هذا الشيء عندها واحد الاحترافية كبيرة، فإن شاء الله كنتمنى لينا التوفيق للجميع، وإن شاء الله غادي نتأهلوا. الحما هو ميساج حب، ميساج سلام، ميساج تضامن مع مجموعة من الرياضيين، الفنانين، الممثلين، يعني هذه سابقة أن جميع الميادين كيتلاقاو باش أنهم يعبروا على هذا، باش يرسلوا هذا الميساج.